بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساه الى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وذلك في وفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفيتي ميخائيل سيرجيفيتش غورباتشوف واعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته مستذكرا ما قدمه الفقيد باخلاص وتفان من خدمات لاجل السلام والاستقرار في العالم متمنيا جلالته لفخامته دوام الصحه والعافيه والتوفيق